بعد undergrad في University of Rochester مشيتي للإنجليز درتي ماستر في Cambridge University. دونك كيفاش درتي باش تفعتي رابيدمون وهضر علاش درتي رابيدمون في الماستر. دونك انا ملي ساليت الاندرغراد كنت عارفه بانني باغا ندير ريسيرش باغا ندير دكتوراه من بعد, وكنت غير كنفعل كاع لي بروغرام لي انتريسون كي كانوا ماسترز كي كانوا دكتوراه. دونك كنت دفعت البوث ام اي تي وكامبريدج او ميم طون, ومراها ملي عطاني لوف قلت I will take this year to go to Cambridge and you know see the science scene in the UK or be in Europe for a little bit. It was COVID year, so it was not that fun, but it's okay. And then I came back for my PhD. But how did I apply? Similar types of application process. كاين دي لتر دو ريكومونداسيون عند لي بروفيسور والناس سورتو اللي درت معاهم لا ريشيرش في اندرغراد. ما عرفتش واش قلتها قبل, ولكن كنا صيف في الاندرغراد اغلبيه ديال السامرز اي ديد ريسيرش بروجرامز, وهذا مهم الا كنتي باغي دير لا ريشيرش من مورا خاص تكون عندك ريسيرش بروجي دو ريشيرش. واش كديروا دي ستاج في الصيف عندك؟ وي وي, حتى الا كنتي ما غاديش تمشي للريشيرش كنتي غتمشي تخدم مثلا كوم سوفتوير انجينير ولا شي حاجه في كومباني, حتى هو كدير ستاج. داكشي علاش اصلا ممكن ليهم ابخي الاندرغراد نيشان يبداو الخدمه, حيت كيكونوا عندهم يعني اكسبيريونس في داك المجال اللي هما كيخدموا فيه. دونك هذوك لي ستاج وهذوك لي بروجي دو ريشيرش اللي درت في الصيف درت واحد في بلاصه ماشي بالضروره تكون في اليونيفرسيتي ديالك, كنت في عليهم حتى هما هما اللي كيعاونوك بزاف في لابليكاسيون, هما جوغل اهم حاجه. وكاين نوع ثاني statement of purpose, ولكن في هذه المرحله ما كتكونش كتهضر على راسك اون جينيرال ولا على شي حاجه, كتهضر غير على الريسيرش ديالك شنو درتي وشنو باغي دير وشنو هما لي زانتيغي ديالك, تكون تري تكنيك. ومهم كدفعت وبالنسبه لانجلتر كان بروغرام ديال انو ماسترز سميتو ماسترز توب ماسترز ان استروفيزيكس, وكان جوج على ثلاثه دي كور دي كلاس وواحد على ثلاثه غوشيرش. و الكومونجي فينانسي كنت دفعت لواحد لابوس سميتها جيت سكولرشيب, هي اللي عطاتني الفلوس باش ندير هذاك لاني. وكاينين دي بورس بحال هادو في مدارس اخرين بحال في اوكسفورد كاينه واحده سميتها رودز سكولرشيب, هادو دي بورس تري كومبيتيتيف اون جينيرال ولكن سافو لا بين دفع عليهم. و بعد ذلك لا نرجع لنا جات ميك. اوكي تمام, انا متي دي الابلكيشن ديال اندرغراد واش كاين شي واحد عاونك في الابلكيشن ولا عطاكش؟ وي هادي ديتاي مهم, هو انه ملي كنت في الاندرغراد ومشيت لهذاك البروغرام ديال سبيس كام اللي رجعت قلت لهم زعما في لوباساد قلت لهم كيفاش زعما كيدفعوا الناس الامريكان وداكشي, قال لي هذا كاين كونسلر كونسيير كاينه ستاسيوني ديك الساعه دابا ما عرفتش واش كاينه في نفس البلاصه ولا ثلاث مهم تقدر تسول. كونسيير كان ستاسيوني في نفس البلدين اللي كان فيها امي تيست في غابه اكدال, وجو كوا كاينه شي حاجه اخرى في كازا. وهاد الكونسيير فابور كتمشي عندهم الخدمه ديالها كتخلص من عند لومباساد, الخدمه ديالها هي تعاونك في المراحل ديال البروسيدور ديال لابليكاسيون, يعني دونك تقدر توريها شنو هما تقدر توريها لي سي ديالك تقدر توريها ليزاكتيفيتي اللي كدير وداكشي وتقول لك تعاونك عليهم. وديك الساعة كان حتى واحد جروب ديال التلاميذ اللي هما كاملين كيحاولوا يدفعوا لزيمبيرتي في ميريكان كيخدموا مع بعضياتهم كيتلاقاو كل سبت وكيعاونوا بعضياتهم في هاد البروسيدور. دونك مهم إلا لقيتي ناس وحدين اخرين كيحاولوا يديروا نفس الحاجه تجمعوا وديروا دي بروجي بيناتكم ديروا دي زاكتيفيتي بيناتكم وتعاونوا باش حيت فريمون في هنايا في امريكا كيكون عندهم دي كونسيي في كاع المدارس, هذه هي الخدمه ديالهم كيعاونوا لي زلاب باش يدفعوا لهاد لي زونيفرسيتي. الوغ في المغرب ما عندناش هكا, مي تقدر تمشي لهاد البلاصه في اميداس وتسول على هاد الكونسيير ولا تصيفط تسول لومباساد نيشان ولا شي حاجه. اوكي تري بيان, وكذا اندرغراد دونك كنرجعو لعاود الماستر. دونك قلتي لي كيفاش خدم كيفاش كيخدم الابليكيشن بروسيس كيفاش كتدفع والفاينانسينغ فينانسيتي بين بوكس. اوكي ومن بعد درتي بي اتش دي في ام اي تي ياك بي اتش دي في الفيزيكس تبارك الله عليك يلاه كندير فيها وي. دونك بديتي بي اتش دي في ام اي تي, علاش هاد بي اتش دي؟ البي اتش دي ديالي انا في الديبارتمون فيزيك
ديفيزيون ديال الاسترونومي كان نحاول نقرا كنحاول نغوشيرشي دو فيسينيتي اوف بلاك هولز يعني المحيط ديال الثقوب السوداء بواحد التكنيك سميتها هاي ريزولوشن سبكتروسكوبي هو منين كيكون عندنا التلسكوب وكنجمعو لي دوني لي فوتون اللي كيوصلو للتلسكوب ومن بعد كنشوفو الانرجي ديال هادوك لي فوتون وهادشي كامل اللي كيكون في الاكس رايز باش كنشوفو قريب لو سونتر ديال الجالاكسي وعلى حسب هادوك لي دوني كنعرفو شنو هما لي فينومين لي طاريين شنو كاين في هاد الجالاكسي شنو كاين حدا هاد لو ترو نوار شنو واقع ديكو هادشي اللي كندير دابا. اوكي وعلاش درتي بيج؟ كما قلت قبيله كنت دائما باغي ندير الاستروفيزيك وباش تكون استروفيزيست يو ريلي كانت دو ات ويزاوت ا بي اتش دي وكنت دائما كتعجبني لا ريشيرش دوين لايك تاكلين هارد بروبلمز و اوبن كويشنز اند ستاف ذات يو نو نوت نيسيسيرلي يو دازنت ريبيت افري داي اتس نوت لايك ا روتين اتس اول ذا تايم اتس نيو ثينجز Du coup, la recherche une partie ou l'astrophysique comme une autre partie, le PhD is a good way to do it. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un jour typique des joueurs PhD? Comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Ce que je fais quotidiennement. Alors, ma kinesh qaïda, les PhD students are like general, like, comme any timid. كي كن بالنسبة للبروميير زاني اللي أنا فيهم دابا كنا كناخدو دي كلاس اللي كان عندي كنمشي لي كلاس كل نهار تقريبا كي كان عندي الاجتماعات مع البروفيسور ديالي ولا مع البوستوك ولا مع الكوب دو ريشيرش كنناقشو البروغري كنناقشو لي بروبليم اللي عندنا اتسيتيرا ديكو كنروح الصباح كنشوف الكالندري كنشوف واش عندي اون كلاس واش خصني نوجد ليها شي حاجه واش عندنا بروبليم سيت دي ديفوار اللي خصنا نصاوب سينو كنمشي للبيرو وكنخدم على الريشيرش على البروجي ديال الريشيرش كل نهار وشنو كاين مره نقدر نكون انا في الستاج ديال رايتين ا بيبر نقدر نكون في الستاج اللي خصني ندير بريزونطاسيون نوجد ليها نقدر نكون في الستاج اللي كندير البحث نيشان دونك بالنسبة لي أنا كندير observational and data analysis ديكو lots of programming, lots of modeling, lots of data analysis you know and yeah, each day is different but this is en général. Très bien. وبالنسبة le côté financier كيفاش كتخلص على راسك؟ So في ال PhD في US مختلف على مثلا أوروبا ولا شي حاجة ما you don't have to worry at all about finances because هما اللي كيخلصوك باش دير نتايا PhD ما كيخلصوكش بحال إلا كنتي خدام في شركة ولا شي حاجة ما كيخلصوك enough to you know have housing food and extra things ديكو you just apply to the program and then if you get in you'll have your funding. En fait, quand tu as PhD, ben, tu as mouchki de flux, mais c'est pas mouchka. Ouais, ok. Ok, l'une des dernières questions, mais c'est parti, Chouya. Quelle est l'ambiance MIT? MIT is an interesting place. There are people from all walks of life, from all different types of domains, and everyone is really passionate about what they do. I live in graduate housing, which is very community-based, so we have a lot of events, a lot of food, etc. بزاف لي زيفمون, بزاف ديال الماكلة, بزاف ديال you know, social life. Donc l'ambiance MIT, that can زعمت personalisée هم تشن بغيتي. كاين بزاف لي زيفمون, بزاف ديال لي سبور, بزاف ديال لي كلوب, بحال اللي قلت في undergrad. تقدر انت تختار شنو بغيتي دير في لا سيمين ديالك وتكون عندك ليكسبيرونس ديالك مي اون جينيرال اون تري بون اوبيونس. اوكي دونك ديرنيير كيسيون اي جو بونس كو سي لون دي بلوز امبورطون شنو عندك ما تقول للمغاربه اللي كيعجبهم الفيزيك اللي كيعجبهم لي سيونس والفيزيك اون بارتيكولي وان بارتيكولي المغربيات اللي باغيين يوصلوا بعيد في الحياه وباغيين يوصلوا بعيد في شي دومين كيعجبهم؟ داكوغ بالنسبة للمغربيات بالضبط هو أنه it's safer here for like women to be working and studying دونك ما تخافش من كوتي سيكوريتي ما تخافش من كوتي سبور
انا عارفه في الاول ملي كنت يلا جيت المغرب كان عندي 17 عام وكانت لافامي ديالي شويه مخلوعه حيت بوحدي وما عنديش لافامي هنايا وما عنديش understandable هنا في لي كامبوس شي بحال واحد الكوميونيتي بحال كاين بزاف ديال السبورت كاين كاين لوبيتال ديال المدرسه لي كونسيي ديال المدرسه ايفن لي زونبيلونس ديال المدرسه جوغ واحد واحد سيتي فريمون كاين بزاف ديال السبورت بزاف سيكوريتي دونك بالنسبه للبنات ما يخافوش من هذه الناحيه وبالنسبه للان جينيرال الناس اللي باغيين يديروا الفيزيك ولا شي بغيو نقولهم بانه ممكن تتفعل لديزونيفرسيتي امريكانيه ممكن واخا ما يكونش عندك الفلوس باش تفينونسي القرايه ديالك خاصك غير تكون تمي المجتهد وتكون عارف شنو بغيتي دير وبيان سور غادي تكون بزاف ديال الخدمه مثلا هاد البروسيدور ديال لابليكاسيون كتاخذ بزاف ديال الوقت الوغ الا كنتي انت دايرها او ميم طون مع الباك ولا شي حاجه ولا الا بديتي قبل مع التروكوم ولا شي حاجه غتكون واحد شويه الخدمه باش تصاوب لابليكاسيون ديالك مزيان مي سافو لا بين دوكو الا كنتي باغي هادشي كنت باغي دير هادشي حاجه واحده اخرى هو بالنسبه لي انا اش كيسميو امبوستر سيندروم هو ملي لي واخا انت كتكون تلميذ مجتهد ولا كتقرا مزيان كتبقى لراسك نو لا ما غاديش نوصل ولا ما غاديش ندير هادي دونك never say no to yourself before other people and other things say it to you غير بالفعل apply انت شنو خاصك وبالنسبه ملي كتكون ملي تكون غادي في هاد البروسيدور ديال الدفع فيما تكتب برودكسيون اكريت فيما دير شي حاجه وريها للناس في الفريم ولا هاد البروفيسور دونكلي ولا هاد البروفيسور اون جينيرال باش يعطوك فيدباك حيت سي تري امبورطون بارفوا كنديرو حنايا شي حاجه كيصحاب لنا راه مزيانه مي ما كنشوفوش شنو خاصها الا لا قال لنا شي واحد اخر their opinion وي و يا الى كان عندك مازال الوقت قبل ما تبدا لابليكاسيون بروسيس حاول دير دي زاكتيفيتي خارج على القرايه ديالك حنا في المغرب ما كنركزوش على هذه القضيه بزاف مي هنايا في امريكان اتس ا بارت اوف يو نو ذير لا سكولاريتي ديالهم دوكو دي اكسبكت ات فروم يو وين يو ابلاي سو حاول دير دي زاكتيفيتي خارج عليك على المهم في الاهتمام ديالك مي خارج على لا في اكاديميك ديالك حاول تقرا لونجلي مزيان كل ما كنتي مزيان كل ما احسن كل ما يسهل عليك في لابليكاسيون ويسهل عليك ملي تجي هنايا Yeah, something important that I want to say is don't let your imposter syndrome get to you. Meaning like don't tell no to yourself. Apply and you know do what you can, work hard and then let other people say no to you. دوك في الاخر كدير اللي عليك واللي جابها الله هي هذيك. اليوم معنا فاطمة تلميذة دكتورة في أمريكان في تلميذة في الدكتورة ولا تلميذة الدكتورة كمل لفظ مش لخاطر دكتورون صاير في الدين صح اوكي بي اتش دي ستودنت دكتورون في MIT السلام عليكم مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة في حلقة توجيه يا جميع